السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟ أسر كتير تضررت بسبب الظروف الحالية، دخلها انقطع فما بقتش قادرة تغطي مصاريف احتياجاتها اليومية. والاحتياجات دي مش بس أكل وشرب، في احتياجات صحية، في حالات عندهم أمراض مزمنة ما ينفعش الدواء ما يوصلش ليهم. بعض الناس بيبقى عندهم نوع من الحساسية، دول بقى اللي هنتكلم عليهم، الحاجات اللي مش طبيعية غير دور الانفلونزا العادي. ساعات ناس تلاقيهم مثلا عندهم رشح، انسداد في الأنف مزمن، يصحوا الصبح يقعدوا نخام كده من مراخيرهم، دول اللي هو الجيوب الأنفية، وساعات تنزل على القصبة الهوائية تكون بلغم، يصحى المريض يكح وهو مش قادر. ده الجزء العلوي من الجهاز التنفسي اللي بيبقى فيه حساسية وبيبقى فيه مشكلة. ده طبعا ممكن تبقى موضوع مزمن، والمشكلة بتاعت الحساسية دي الصراحة يعني الدكتور برضو بيقف شوية قدام الكتفين، لأن أنا ما ببقاش عارفة إيه اللي بيجيب له الحساسية، وإشمعنى ده بيجيله وأخوه مثلاً ما بيجيلوش. يعني أنا دخان السجاير مثلاً يروح جايب لي الجيوب أو الربو أو كده، أخويا أو أختي ما يجيلهاش. ليه ده وليه مش ده؟ لغاية دلوقتي ما نعرفش. في حاجة بتحصل تفاعل في جسم الإنسان هو اللي بيعمله كده. ممكن تكون هنبتدي أسباب إن مريض يجيله حساسية الصدر اللي هي الربو. في أسباب كتيرة، وطبعاً الأم اللي عندها طفل أو المريض اللي عنده حساسية الصدر اللي هو الربو بياخد باله وبيبقى عارف، بيبقى عارفها أكتر مننا إحنا الدكاترة. أول حاجة ممكن دور أنفلونزا. واحد جاله دور انفلونزا بسيط، وتبص تلاقي راح قلب معاه بربو وكحة وما يعرفش ينام، والربو بيتراوح، يعني احنا هنقول درجات الربو بعد شوية. تاني حاجة ممكن عوامل خارجية، زي بقى دخان السجاير، زي التراب، زي برودة شديدة، ممكن الجو البارد قوي يسبب حساسية الصدر، ممكن الرطوبة أو الجفاف في الجو، ممكن كمان شعر الحيوانات الأليفة، واحد عنده قطة أو كلب في البيت والشعر عمال يستنشقه، ده يعمل له حساسية. ممكن أنواع من القماش، القماش الصناعي، لو واحدة مثلا مخدتها أو كده فايبر صناعي، أو كيس المخدة أو المرتبة أو الفرشة حتى الكنبة، دي كلها ممكن حاجات تسبب حساسية أبقى أنا مش عارفة، وبنظف وبكنس وبمسح وبص ألاقي نفسي أنام على مخدتي ألاقي الربو والمراخيري وبتاع. فكل الحاجات دي أنا أعمل زي كده محقق وكيل نيابة وأقعد أدور إيه السبب، إيه اللي بيجيب لي الحاجات دي. في حاجة كمان إحنا ملناش يد فيها، ومهما المريض حاول يعرف السبب ما بيعرفش، اللي هو العامل الوراثي، وده تقريباً بيبقى أكتر من نص الحالات بتاعت الربو. تبص تلاقي الأم، الأخت، الجد، الأب، طفله، عمه، خاله، ساعات بيمشي في العائلات كده. وفي ربو بيجي بعد مجهود، يعني طفل يكون مثلاً بيلعب ماتش كورة وأبص ألاقيه دخل عليا نهجان ونفس ومش عارف ياخد باله كده.
طبعا في ناس حكاية الانفلونزا والحاجات دي بتطول معاهم بقى، اللي هي بتتحول لنوع من الجيوب زي ما قلنا، او التهاب مزمن في الصدر. انواع الربو او انواع حساسية الصدر ممكن احنا بنقسمها على حسب بيجيله النوبة بتاعة الربو كم مرة في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في كده. في اللي يجيله مثلا مرتين في الشهر وما بتقعدش أكتر من ساعات، دي بنعتبرها حساسية أو ربو بسيط. في بيجي أكتر من مرتين في الشهر وبتقعد كم ساعة، دي بنعتبرها متوسطة. في بقى متوسطة مستديمة، اللي هو على طول بيبقى عنده حساسية وصدره مقفول ويدوبك ياخد نفسه بصعوبة، ده اللي بيبقى عارف نفسه ان هو اي مجهود اي ريحة يشمها اي حاجة. وساعات طبعا الموضوع بيقلب انه لازم يروح مستشفى، في حالات هنعرف عنها بعد كده ان احنا لما بتوصل لحد معين والمريض خلاص نفسه يتقفل، ده لازم اخده المستشفى لأن لازم يستنشق أكسجين وياخد إبر كورتيزون وحاجات زي كده سريع. الأعراض ممكن تبتدي في أي سن، يعني ممكن تبتدي في سن الطفولة، لكن في أعراض بتبتدي في سن كبير شوية، شباب مثلا، وفي أعراض بتبتدي في سن كبير، يعني سن زي سننا كده فوق 50 و60 وبص ألاقي ابتدى عندي نوع من الحساسية. وبرضه مش معروف، بس غالبا بيكون اتعرض مثلا مواد كيماويه، واحده وهي بتنظف شمت كلوروكس، حاجات زي كده، وبعدها تبص تلاقي صدرها بقى فيه نوع من الضعف، بتتعرض على طول للحساسيه. هنشوف المريض ده بيبقى شكله ايه. الشعب الهوائيه سببه طبعا ان الشعب الهوائيه اللي احنا قلنا الاكسجين بيتبادل عندها، بيدخل أكسجين للدم وبيطلع ثاني أكسيد الكربون، الشعب دي بتنكمش، يعني بدل ما الأنبوبة اللي بيمشي فيها الهواء مثلاً قد كده انكمشت بقت قد كده، العضلات بيحصل فيها تشنج، فنبص نلاقي الشعب الهوائية نفسها زادت. ساعات بيزيد على كده كمان إن بيتكون بلغم وإفرازات، فبتسد حتى الفتحة اللي بقت ضيقة دي تتسد كمان، وساعات بيحصل تفاعلات في الأنسجة، فدي بتوصل لمرحلة أصعب كمان. ده كده الصورة إزاي المريض بيحس بالمشكلة دي. إحنا عايزين نعرف نعالجها إزاي بعد كده. أول حاجة الوقاية، اللي هو المريض أنا عرفت الأسباب، احنا قلنا التراب، القطط والحيوانات اللي عنده كلب او قطه يمشيها، الدخان اللي عنده اب او حد بيدخن بلاش، بعض انواع الروائح التوابل والكلوروكس المنظفات والحاجات دي، حتى البارفان، يعني في ناس يبقى عندهم من ريحه البارفان او صابون بريحه، بلاش الحاجات دي خالص. اوكي، الروائح النفاذه عموما. والوقاية من أدوار البرد، إحنا قلنا إن ساعات بتيجي مع البرد الشديد، فإحنا ناخد بالنا إن الأطفال بالذات اللي رايحين مدارس في الشتاء ما يغسلوش شعرهم وينزلوا في البرد ويبقوا متغطين كويس. أو الأنسجة أو الفرش اللي قلنا فيه مواد يعني وبر أو حاجات زي كده، بلاش برضو دي الوقاية. العلاج بقى، العلاج فيه أثناء الأتاك، أثناء الحساسية والرب، وفي علاج مستديم. إحنا قلنا إنه الربو ده بيبقى خفيف أو شديد أو متوسط. الربو الخفيف اللي هو بيجي أقل من مرتين في الشهر، ده ما بيحتاجش علاج مستديم، بس بيحتاج علاج أثناء الربو. يعني لازم أثناء الربو أنا شفت إن الحساسية والتسييئة عند ابني أو عندي صعبة ومش عارف أخد نفسي، لازم في طبعاً كلنا عارفين البخاخات، البخاخات دي فيها مادة بتوسع الشعب الهوائي، فدي علاج مبدئي. أول ما أحس المريض بيبقى عارف، أول ما أحس أروح
حتى البخاخة بختين يفك لي شوية القصبة الهوائية، وممكن أكررها كل كام ساعة على حسب الاحتياج. الحاجة الأخيرة اللي هقولها لكم إن هي ممكن يكون مع حساسية الصدر دي أو مع الأزمة راح جالي التهاب في الشعب الهوائية، يبتدي معاه سخونة، يبتدي البلغم يلون لون أخضر ولا أصفر ولا بتاع، معناها إن في جرثومة دخلت في الرئة وابتدت تشتغل وابتدت تلخبط لي الدنيا. ساعتها لازم أخد مضاد حيوي، بس طبعا الرجل لوحده الأزمة لوحدها ملهاش مضاد حيوي، لكن لو معاها التهاب، لو معاها بلغم شديد، يبقى أنا بضيف معاه مضاد حيوي ينظف الالتهابات، وبضيف معاه حاجة تطلع البلغم، حاجة للسخونة، الحاجات دي اللي احنا كلنا عارفينها. قافلة أتحبني، كنا في قرية في أوسيم وشفنا المرضى، يعني أكترهم أمراض مزمنة من السكر والضغط، في أمراض معدية، أمراض باطنية بتيجي من سوء التغذية أو من كتر التغذية. هي دي الأشياء اللي احنا شفناها في كل الحاجات. الحالات مش مفروض ان احنا من أول مرة ان احنا نشتغل بس مرة وهنمشي، المفروض ان احنا نيجي مرة تانية وتالتة ورابعة ونتابع الناس. الامراض المزمنة دي اللي احنا كتبنا لها علاج، لازم نعرف السكر اتظبط ولا لا، الضغط اتظبط ولا لا، الحالات الصحية ايه نظامها. فهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله دايما، القوافل الطبية المتكررة. طبعا أتحبني ما بتبخلش في عدد هذه القوافل، وإحنا تحت أمر المريض في أي شيء. أنا الدكتورة سوسن فؤاد، ممارس عام، وجيت مع القافلة الطبية تبع خدمة أتحبني علشان نشوف في قرية أسيم المرضى المحتاجين متابعة عادي. كنا بننظمهم مع الطائم اللي معانا وبننظم دخولهم وكده، ولقينا تجاوب كويس قوي من المرضى وكانوا مبسوطين من درجة المتابعة اللي معاهم. بس طبعا الموضوع لسه في بدايته، محتاج متابعة، محتاج نشوف التزموا بالأدوية وبالتعليمات اللي اديناها لهم ولا لا، علشان نتابع صحتهم ويبقى المجتمع بتاعهم فيه توعية. طبعا في الأول ادينا محاضرة 10 دقايق توعية صحية عن مرض مزمن، مرض الربو، وكان في تجاوب كتير بالنسبة للأسئلة وكده، ولقينا فعلا في حالات عايزين يسألوا، عايزين يستفسروا، والناس أخذت فكرة عن المرض، وإن شاء الله يعني كل مرة نقدر نعمل لهم توعية في موضوع معين ينفعهم، يزيد الوعي عندهم، ونتمنى للجميع الصحة بإذن الله ببركة خدمة أتحبني إن شاء الله. احنا النهاردة جينا قرية أسيم، جينا نشوف الناس هنا محتاجين طبعا معنا طقم من الدكاترة في تخصصات طبعا ما كانتش موجودة، حاجات معينة ان شاء الله تبقى موجودة المرة الجاية. ابتدينا نكشف على الناس ونشوف الأدوية اللي هم محتاجينها، في ناس محتاجة تحاليل، في ناس محتاجة اشعاعات، على حسب كل حالة مختلفة. كشفنا على ناس صغيرين، اطفال، طقم دكاترة اللي معانا، وناس وسط في السن، رجال وسيدات، وناس كبار سن برضو. في احتياجات كتير قوي هنا، محتاجين لأدوية،
ان شاء الله المره الجايه كل حاجه تبقى موجوده ببركه خدمه اتحبني. بنشكر طبعا الخدام اللي قاموا على الخدمه والدكاتره اللي بمحبتهم ادوا وقت ان هم يباركونا النهارده في الخدمه. ربنا يعوضكم ويعوض تعبكم خير، ولها المجد الدائم ابديا امين. الخدمه محتاجه دعمكم ومساندتكم علشان نقدر نوصل ندعم ونسند أسر كتير. الوقت ده محتاجين كلنا نفكر في بعض ويكون لسان حالنا بيقول إحنا مش أنا. ينضم إلى هذا الأمر بالقرى، والسيد المسيح كان بيهتم بالقرى، وقيل عنه أنه هو كان يطوف المدن والقرى كلها يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني بيقوم وسطيهم بخدمة تعليمية وخدمة اجتماعية أيضا. السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟